ونقدم لكم من خلال مبادرة القراءة والحساب آخر تقرير متعلق بجهود المعلمين خلال فترة الحجر الصحي، حيث أن مبادرة القراءة والحساب هي إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم والممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة التنمية الدولية البريطانية، تقدم الدعم لوزارة التربية والتعليم في عملها من خلال توفير أوراق عمل في مادتي اللغة العربية والحساب لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى بالتزامن مع الحصص المقدمة من قبل الوزارة، وقدمت كذلك إرشادات للأهالي في مادتي اللغة العربية والحساب، وذلك لدعم تعلم الطلاب عن بعد وتسهيل العملية التعليمية على الأهالي، وكذلك قامت بتوفير قصص لتشجيع الأطفال على القراءة، وذلك من خلال صفحة المبادرة على الفيسبوك، ويمكنكم زيارتها من خلال رابط هذه المبادرة على الفيسبوك RAMP Jo. والآن ننتقل إلى تقرير مبادرة القراءة والحساب مع معلمة رياض الأطفال حنان السريوة. أنا المعلمة حنان خليل السريوة، تابع لمديرية عين الباشا، بدرس رياض أطفال في مدرسة باب عمان. صراحة رياض الأطفال لها أهمية كبيرة، يعني ممكن نحكي الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال لا تقل أهمية عن أي مرحلة أخرى، حيث تعتبر يعني حجر الأساس الأول في السلم التعليمي. وتقوم مؤسسات رياض الأطفال عادة على اكتشاف مواهب الطفل عن طريق توفير بيئة آمنة تساعد على اكتشاف العالم من حوله. وتقوم أيضا مؤسسات يعني بالدرجة الأولى على تأهيل الطفل تأهيلا سليما للالتحاق في المدرسة. ومن هنا ارتأت وزارة التربية والتعليم على إلزامية التعليم نظرا لأهمية هذه المرحلة. الآلية المتبعة إحنا كمعلمات رياض الأطفال، إحنا بنتواصل مع بعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بإشراف مشرفين تربويين وبإشراف طبعاً مديرات المدارس. بنقوم بوضع خطة أسبوعية بتبدأ من يوم الأحد بتنتهي يوم الخميس. هاي الخطة يعني إحنا بنتابع الطلاب من خلالها، يعني بتعتمد بصراحة على مبادرة الرام. مبادرة الرام إحنا بلشنا من الفصل الأول مع الطلاب في استراتيجيات معينة إحنا بنتبعها في هاي المبادرة، عن طريق مثلا نطق الحرف، كتابة الحرف. يعني الأهالي طبعا عندهم خلفية عن هذا الموضوع، فإحنا حاولنا الفيديوهات المصورة اللي إحنا ممكن نبعثها للطلاب إنها تكون يعني مناسبة يعني لمبادرة الرام، عشان يعني نكمل إحنا اللي بلشنا بالفصل الأول. هذا الحرف حرف القاف، قاف، قطار، قلم، سم، ساعة، تمساح. يعني كنا عن طريق إرسال الواجبات المطلوبة للأهل كانوا يردوا علينا عن طريق فيديوهات مصورة أو عن طريق صور أو رسائل صوتية. مثلا رسائل صوتية مثلا نطلب منهم حفظ بعض صور القرآن، كان الطفل يعني يسجل تسجيل صوتي ويحكي لنا يا مس أنا حفظت حليت الواجب. حتى الفيديو يعني ممكن رسائل صوتية، مس إحنا اشتقنا لك، بدنا نرجع للمدرسة. يعني برضو الطلاب يعني بتحسهم أنهم لساتهم معلقين في المدرسة، ورغم هيك يعني داخل المنزل يعني بحلوا الواجبات المطلوبة منهم. كمان كنا نطلب منهم حتى الزراعة داخل المنزل، يعني في مثلا عندنا حبوب وشغلات زي هيك، كانوا يعني علمناهم كيف طريقة الزراعة عن طريق فيديوهات. هاي الفيديوهات طبعا احنا اللي بنبعثها لها علاقه كمان، لو بدنا نحكي عن فيديوهات الحرف، فيديوهات الارقام، الاعداد، لها علاقه في مبادره القراءه والحساب. يعني احنا بنحاول قدر المستطاع انها تكون يعني احنا نكمل اللي بلشناه بالفصل الاول في مبادره القراءه والحساب، انهم يعني يتواصلوا معنا الاهل ويحلوا الواجبات بناء على ما اعطيناهم الفصل الاول. فكان في تفاعل يعني جدا رائع بصراحه، فيديوهات يعني من داخل البيت، من داخل المطبخ، من داخل غرف النوم، يعني في كل البيت يعني تقريبا كان في صور. يعني بشعر بصراحه هيك بالفرح، يعني انه ما شاء الله يعني الاهالي واولادهم يعني مبسوطين وبصوروا حالهم يعني انهم حلوا واجباتهم وسعيدين. يعني انا بصراحه بشعر كثير بالفرح لما اشوف يعني هاي الصور والفيديوهات بتوصلني، يعني
يعني جدا سعيدة بصراحة. إحنا الطلاب يعني فترة ما كنا مداومين بالمدرسة كنا شرحنا لهم إحنا يعني منمر هلأ حاليا في وباء واسمه كذا ولازم نعقم إيدينا، وجبنا معقمات للصف ولازم يعني نتبع أسس النظافة الصحيحة، وعلمناهم يعني صار عندهم خلفية عن الموضوع. بس ما إنه يعني أكيد هلأ في البيت يعني صارت يعني المعلومة بجوز وصلتهم أكثر من أهليهم ومن ذويهم. أكبر التحديات كان عندنا في عملية استقبال وإرسال الوسائط، يعني بنبعث فيديوهات أو نبعث أشياء مطلوبة للطلاب، كان في فترة لما تحمل لأنه عليها ضغط هائل من المستخدمين. وكان كمان عندنا عدم دراية الأهل بكيفية التعامل مع برمجيات التعلم عن بعد، كانوا كتير يعني يبعثوا ويسألوا ويستفسروا كيف الطريقة الصحيحة. وفي كمان كان عندنا التواصل مع الطلبة. هلأ إحنا أيام المدرسة كنا يعني لما نتواصل مع الطلبة نتواصل إلنا ساعات محددة بصراحة، مثلا خلينا نحكي بنبلش دوامنا 7:30 ل 12:30، ممكن الواحد لما يروح على البيت عن طريق جروب إشي يتواصل يعني في ساعة معينة يعني يعطي المطلوب للطلاب كذا. بس حاليا مع برمجيات التعلم عن بعد يعني صار الأهل يعني على مدار الساعة نتواصل، يعني صارت الفترة مفتوحة ما إلها ساعة محددة. رسالتي هاي الفترة يعني رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل معلم ومعلمة في أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة على كل جهد ببذله من أجل إنجاح عملية التعلم عن بعد. وبحكي إن شاء الله إنه ربنا يعني يشيل هالوباء ونرجع لأدراجنا لمدارسنا، وبحكي حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا وحمى الله الإنسانية جمعا. Thank you.